النهاردة هنلعب لعبة ريفنز ديبلز. نبدأ من الأول. I barely slept while we were on the train. My thoughts kept me awake with a burning fever to see our new home. My wife Hildred and I decided to move suddenly. She hurriedly packed our luggage, taking only what was strictly necessary. We cut a good deal buying this place near the river, which had previously been owned by a well-known barber in the town. This house is surprisingly large. There's enough space on the ground floor to turn it into a beautiful pub, while downstairs in the basement there's already a large cozy kitchen. I can't wait to get to know my new customers. I've always enjoyed watching people eating the meals I've cooked for them lovingly. My husband, Percival, has cleaned the first floor and set his room up for business. A fancy tailor shop. It won't be long before we see the women from the local district showing off the beautiful outfits he has made for them. We are going to bring home the gold with our business. You may wonder what the secret behind our success is. Our loyal clients, obviously. Fantastic people. I feel kind of sorry about killing them. We've decided to use an unusual ingredient in our specialties. As a result of the insanely high meat prices, due to sheer hunger, or simply because it tastes so delicious, human flesh is highly appreciated. We do not know the reason why, and we don't really care. But don't worry. We don't waste anything. Even their clothes are cleverly reused by Percival. They just need a little patching up, and then they are ready for sale again. At full price, of course. We are working so damn hard to do things right and earn as much money as we can. زي ما انتوا شفتوا كده بنلعب بجزار وجزارة. يشتغل واحد يشتغل مصمم أزياء ومراته بتشتغل طباخة. بتقول له اللحمة بتخلص مننا بسرعة. الناس اللي في المدينة دي زي كلاب الجعان. انتقالنا لهنا كان القرار الصح. هنبقى أغنية. قال لها مش بسرعة كده يا حبيبتي. لازم منبينش للناس شكلنا واللي احنا بنعمله. احنا بنضحي بكتير قوي وبنكشف نفسنا. قلت له خلاص مش لازم كل شوية تعيد الكلام ده. ارميلي الكوسة دي على المطبخ. انا ههتم بيها. هو بقى بيقول يلا نهتم بالكوسة. اخد هدومها فود ارميها في القبوة. الله مطبخ جميل جدا. تقول الله الباب ده بيشتغل بجد مظبوط. دلوقتي احنا هنعمل اللحم. عندها مفرمة اهي. واضح انها تفرمها طبعا. نجرب المفرمة. اعزائي محدش يبص. طلع عندها كتاب الوصفات بتاعها. بنشوف عندي ولحمة يعني قلنا فطيرة. طب هاتي اللحمة. حطها في الصينية. ونجيب نحطه في الصينية. بعدين نطبخ بس كده. بتاخد وقت على ما تطبخ.
جوزها بيعمل ايه؟ معرفش. بتقول ايه؟ لازم تعمل خيارات كتير في المطبخ عشان يطبخ اسرع. محتاجة تجيب فرن تاني. بتقول هتشتغل بالموضوع ده بعدين. دلوقتي لازم اطلع الفطيرة. بتقول عايزين نطلع الدور التاني. مجلناش لحد دلوقتي. لازم جوزي ينظف المس اللي عنده، الدم اللي عنده في الأرض. واضح، طب واضح ان دي مسح. يلا ان شاء الله الأرض نشفت لوحدها. بيقول انا سرقت هدوم قريب، لازم اصلحهم واحطهم وابيعهم تاني. بشتغل خياط زي ما احنا شايفين. تعال خياطهم. المكنة بتخيط لوحدها. مش عايزة ابدأ الشوب دلوقتي. سوري. ماشي اوبن شوب. بتقول اللي تفضلوا يا اعزائي. كل اللي انتوا بتشتهوا. طبعا خلصوا اللحمة كلها دي تذوق جدا. لازم نطبخ لهم تاني. ده بيجيله زباين برضو. هو في الدور التاني الأول وهي في الدور الأرضي. بيخش جوه بنقيس له. مش عارفه ليه حاسه انها داخله على موتها كده. مع السلامه. نديها لمراته. منكم سلطان. في مهام مطلوبة مننا على الشمال لازم نعملها. هي فين؟
مستني لازم نديله الأكل بسرعة. شكل الراكب اللي فوق ده مش هياكل عشان انا بطيئة جدا. يا عم مد الاكل بتاعه. ناقصنا في المهمات ان هو يقتل اتنين كمان ويمسح الدم من الارض. كان ناقصنا واحد كمان يتقتل بس. تحية للحبيب. الراجل ما عادش بيقيس يعني بيقتل على طول. بتقول لك ان احنا نبدأ من الاول دي حاجة مش سهلة جدا. في حاجات كتير لازم نعملها. انا كتبت لسته بالحاجات اللي لازم نغيرها عشان نحسن من شغلنا كده هنقدر نخدم ناس اكتر. يلا نشوف الحاجات اللي نعملها.
$30 في النهار هفتح الترابيزة. فاش صار عفوا تعم بجهز الشوك بتاعنا. كل زبائننا عزام. كده احنا جاهزين يا طول. خلينا نفرم اللحمة دي كمان. نفتحش مستنيين الزبائن. عايزين نبقى نجيب مانيكان كمان. نضيعش وقت. يم نبس خدها تحط الفطير بسرعة. خلينا نجهز هدوم. ثانية على الرماك يا فندم. تهيلي
شغلانتها أصعب من شغلانتي. خلصت، بتقولي المفروض اشوف انا كسبنا كام النهارده وسمعتنا نحسنها وسط المحلات التانية، بس ده مش كفاية، ده لازم نجيب حاجات احلى. وانا متأكدة ان الناس مشهورة تيجي تزور المحل بتاعها. كسبنا فلوس حلو، بس شباب لو عجبتكم اللعبة هنكملها مع بعضين. وزي ما انتوا شفتوا طنط سميحة وجوزها شوقي بيشتغلوا جدا جدا بكل ما يملكهم قوة، بس ان شاء الله نكمل وقت تاني. والسلام عليكم.